السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. غنبدا دابا الغدا، وبغيت نبارطاجي معكم اليوم غادي ندير الفلفله معمره. عندي فلفله الوان هي اللي غادي نعمر، غادي نديرها معمره بالرز والكفته. غنوريكم هذه الطريقه، ولكن قبل ما تجربوها على ضمانتي كتجي لذيذه بشهاده كل واحد ذاقها. انا هنايا ديجا رديت راجلي الباطواجين ديال الدجاج البلدي بالبصله والزيتون، رديت عليه، وحنايا غادي نديرو هادي. اول حاجه غادي نحتاجها هنايا، بون اول حاجه باش نليبيري لي سباس ونحيد عليا الطاجين، شدت كيف ما شفتوا هذاك اللي وريتكم في الكوكوت، نسلتو هنا للطاجين مع الدجاج البلدي كيشد شويه الطياب. طيبتو انا ديجا هنايا، درتو زوقتو هكا بالحامض المصير، ودرت لي شويه الزيتون البلدي، ورديتو غير جاد فاش غادي يسخن فقط. هنايا اول حاجه عندي هنايا، خديت هنا الرز الكونتيتي باش نخدم انا اللي غتكفيني، درت واحد جوج كيسان د الرز ورقدتهم في الماء واحد نص ساعه، باش الا غادي نطيبها ما يجينيش ما غاتجينيش معصدة، وما تجينيش ما يجيش معجن ومعصد. فوالا دابا هنايا درت مطيشه، نورمالمون هاد الكونتيتي كثيره ماشي هي اللي تكفيني، ولكن نتوما تقدروا ديروا على حساب البيريكس اللي غديروا. انا قلت مصايبه نصايب معايا واحد الكونتيتي تبقى عندي في الكونجيلاتور. شديت هنايا مطيشه قطعتها، ضفت لها واحد جوج طروس ديال الثومه وجوج وراق ديال سيدنا موسى، غادي نغطي عليها ونقص عليها العافيه ونخليها تطيب. ودابا غادي ندوز باش نبدا سميتو. درت هنايا بصله مشلطه، ندير لها نشعل عليها وندير لها شويه الزيت البلديه ومليحه، ونغطي عليها نخليها تتحمر واحد شويه. فوالا صافي. المهم انا رد الغداء، وميم طوب غنغسل الماعن، راه عندي تما شويه الماعن داكشي ديال الفطور، عندي تما شي بيض خصو يتغسل يتعقم. المهم هانتوما دوزو معايا نهاري عاوتاني. ديما البنات كنقول لكم هادي اشنو فيها وكتسولوني والو، كناخد الثومه كنبريسيها بهاديك ديال الثومه، هاهي هادي باش كنبريسيها، كناخد الثومه كونتيتي كثيره، بيضيفو ليها الملحه ضيفوها ليها، مبغيتوش بلاش، هاد الخطره مدرتش ليها الملحه، وكنغطيها بزيت العود وكنحطها في الثلاجه. هي كتولي مركزه ملي كتبغيو تستعملوها، كتقللو شويه من الكونتيتي ديالها وكتولي واجده عندكم وزوينه. هادي بعدا انا تنديرها مابقاتش كتخطاني، سوا كنصايبها سينو ولا مشيت للمرجان كناخدها. صافي بنات، كيف ليكم غادي درت البصله مليحه والثومه، غنخليها تتشحر تنزل شويه، مطيشه هي كفيتش عندها ليها باش توجد، ندير كلشي في دقه واحده. هاد الاكله بنينه فيها الخضره نوعا ما، تقدروا هنايا الا بغيتوا تضيفوا واحد خيزو ولا صوص تقدروا تضيفوها ماشي مشكل، كتزيدها بنينه وحتى فيتامين وفيتفي وخفيفه، سيرتو هاد الايام حنا فكادي شويه سخون الحال، خصوصا بالنهار تتكون شويه الشمس حاره. المهم ديال الزربه ونقصوا شويه من المعجنات، راه هذا الكونفينمون ولينا فضيحه صافي. المهم غنغطي دابا على البصله ونخليها حتى تطيح شويه. بون فوالا، هانتوما كيف ما شفتو هنايا هي راه البصله طاحت، غادي نجي ناخد الكفته. الكفته المهم عندي انا مكونجليه، غادي نحاول معاها حيت ما شفتهاش على تيساع. بغيتو ديرو الدجاج العدان كيبقى اختياري، ولكن النكهة ديال الكفته ديال اللحم بوحدها صراحه كتجي الكفته الات تحسن من الدجاج. المهم غادي نبقى نفتت فيها، تطلع طريه ما كنزيدهاش انا الكفته وهي خضراء، كنحاول غير نفتتها. غنستمر بنفس الطريقه بمطلق هذه اللي مكونجليه. نورمالمون انا الكفته فاش كنديرها في الزيبلوك كنسرحها باش كتجي بلا، باش ملي كنجبد من الكونجيلاتور ما كتعجبنيش، ولكن هذه راجلي اللي كان جابها ودارها في الكونجيلاتور، داكشي علاش شدات ليا هكا. بون غنستمر بنفس الطريقه حتى نفتتها كامله. المهم ها هي فتتها، قلت لكم فوتها. غادي نجي ندير ليها شويه ديال الكمون، قياس ديال الكونتيتي اللي عندكم تحميره، غادي ندير شويه ديال العطريه، نجيب كلينكس باش
ونضم شنو سخين غادي ندير شويه ديال البزار سكينجبير غير شويه ما تكثروش السكينجبير بالنسبه للحم غادي نضيف لها كذلك العطريه ديال اللحم وشويه ديال الكزبوريه هذا العشق ديالي في كلشي سبحان الله التنسيمه ديالو بوحدها خصني عاوتاني نطحن شفتو غير تقريبا جوج طحنات ولا وحده ما كتدي ليا ميم با 3 ايام كنستعملو في لي سلطات في كلشي نخلط مزيان غادي نزيد شويه ديال الهريسه غير شويه حيت على حساب البنات اما نورمالمون هادي كتكون كتبي الصراحه الحار كتجي بنينه ولكن على حساب بناتي غندير شويه وغادي ندير البيض وهذا بالنسبه لي كيبغي كنور يديرها كيعطيه واحد البنه زوينه ولكن كنحاول نيفيتي هاد الايام الماكسيموم بوسيبل وما صراحه واخا هو ماشي صحي ولكن كيضيف واحد البنه صافي كي قلت لكم نضيف الربيع ونغطي عليها شوي غير ما تشحر شويه ما الكثر تقريبا صافي هي هذيك غنمشي نصفي دابا الرز وانتم شفتوا راه كلشي المكونات انسجموا مع بعضياتهم غادي نجي دابا باش نضيف الرز الرز انا هنايا درت جوج كيسان ديال العنبه لكن الكفته درت نص كيلو المهم انتم ديك الساعه تيبقى سا ديبون على الكونتيتي ديال الفلفله اللي بغيتو والبنات انا راه ما تنعمرش غير الفلفله تقدروا ديروا القرعه سورتو هذيك القرعه الخضره اللي كتكون هكا بحال داك بحال الملفوف بحال المكور راه دايخه ما تدوش عليا بحال اللي كنديرو في كسكسو هذا بلاش طراجين داك البيض مشات لفت المحفور فوالا كاينه ديك القرعه الغليظه هذيك اللي ديرو حتى هي انا تنعمرها مطيشه حتى هي الا كانت كبيره غير كنحل المطيشه وكنحاول نخوي الداخل ديالها دابا غادي ندير غير الفلفله ما غاديش ندير مطيشه غندير غير الفلفله عندي حطاني فوق الطبله فلفله حمراء وصفراء غادي نخلفهم هكا باش يعطي لون وصافي مي سبحان الله الحمراء كتكون ليها بنتها بوحدها المهم غادي نبقى نشحر الرز مزيان ما غاديش نجي ونضيف عليه الماء دغيا باش نخليه يشرب هو الاول هاد الماء هاد الماء اللي تلقات لينا البصله وهاد العطريه والماء ديال الكفته اللي تلقات غير يجي مزيان غنقص عليه البطن جايبها شويه وعاد غادي نضيف البلور بالنسبه للماء انا كي قلت لكم درت جوج كيسان ديال الرز غادي ندير الدوبل ديالهم كل كاس الرز بجوج كيسان ديال الماء هي في المجموع يكون عندي 4 ديال الكيسان ديال الماء وغادي نغطي عليه ونخليه حتى ينشف من الماء تماما وغتلقاو شويه خصو طيب شويه ماشي مشكل لان حنايا راه مازال غندخلوه للفران راه يكمل الطياب ديالو في الفران هنايا راه المطيشه مازال ما وجدت غنخصني نتسنى حتى هي تتوجد باش نطحن داكشي اللي شكرتها هي الاولى باش نجي هذا نقدا معها صافي دابا غادي نضيف البلو قلت لكم نضيفوه بارد لان الرز الا كان نديرو ديك القضيه ديال كاس الرز بجوج كيسان ديال الماء خص ضروري الماء يكون بارد باش يجينا النيشان صافي غادي نغطي عليه وغادي نخلوها حتى توجد تيطيب على خاطر بحال هذا داك اللي كتكون فيه ديك التقيبه من لهنايا وغنخليوه حتى يطيب لاصوص اون فوا ما تاش توجد غادي نطحنها وغادي نصفيها وغنوريكم ديك الساعه شنو غندير لها نزيد عليها العطريه هنايا ها هي ما تاش طحنتها صافي واجده غادي نجي نضيف ليها ما تاش ديال الحب غادي بحال الشكل ديال لاصوص البيتزا صوص بولونيز هي الطريقه ديجا كتسهلوا عليكم ديال السلق كتسهلوا عليكم العمليه وكيجي فيها شويه اللون مقارنه بهذا الا درتوها حكيتوها اولا طحنتوها خضراء ما كنزيدش ليها الماء البنات راه كندير مطيشه بوحدها صافي غادي نزيد هنايا التحميره غادي نضيف شويه ديال
البزار وشويه ديال الكمون. الكمون ما تكثروش باش ما تجيكمش مره. وغادي نضيف الزيت العادية. الثومه راه ما نضيفهاش حيت ديجا طابت فيها تقريبا جات جوج معالق حيت عندي الكونتيتي كثيره. وندير واحد المعلقه كبيره ديال السكر باش تحيد ليا ديك الحموضه. غادي نخلطها ونخليها. بالنسبه لهذا الرز ها هو راه وجد صافي. غادي نخليه هنايا ابار نحرك نيت بنفس سميتو ونغطي عليها نخليها حتى تعقد شويه تختار شويه. وغادي نحيدها باش ندوز نوجد صافي باش نعمر الفلافل ديالي. بون البنات هي لاصوص وجدات طفيت عليها. ما تديوش على هاد الروينه هادي راه غير مع الغطا فضت شويه. هنايا غادي ندير الكيكه ديال هيرنيس اولا هينريس. ديما كتقولوا لي بارطاجيها معنا. درت هنايا ثلاثه الباكيات كبار دوك ديال 2 درهم ونص ديال هيرنيس هينريس بلوتو. ودرت ليها كاس ونص ديال الحليب وكاس ديال الزيت. وغادي نغطيها غنخليها ابار تما حتى يرطب داك البسكوي مزيان. ما كنطحنو ما والو كنخليه كيفزك داك الحليب والزيت. وغادي ندوس باش ان شاء الله نوجد الغداء. اسمحوا لي تشوفوا الكيسون. بون البنات لاصوص وجدات. انا شنو كندير قبل كناخذ واحد شويه ديال صوص الطوماط. هادي هاد لي طاب هادي غير اختياريه لما ما بغيتوش تقدروا تزابيوها. كنزيدها للرز غير باش ما كي باش ما كيجيشناش فوق خلاص سينو راه اصلا كتكون لاصوص. انا بقى تبرد راه شد شويه في راسو. المهم انا كتعجبني ندير ليه هكا نزيد ليه شويه ديال صوص الطوماط ونخلط مزيان وندوز باش نعمر. وبالنسبه للبيريكس راني وجدت كلشي. غادي ندوز دابا لهاد الشيء باش نعمر. غادي نجي دابا نصف هنايا الصوص ونخليتها شويه جاريه حيت انا الفلفله كنبيعها تكون طايبه مزيان ما تبقاش قاصحه. داكشي اللي كنخليها شويه هاد الصوص الجاريه القياس فين فين طيب هاد الفلفله في الفران. وكنغطيها بالفيلم بهذا بابي كويسون ونزيد شويه صافي بهكا. نحيد هادي جانبا ونجي دابا نبدا نعمر الفلافل. بالنسبه للفلافل شديتها حليتها حيت لها ديك الزريعه اللي كتكون هنايا وخويتها من الداخل. وغادي نبدا ديك الساعه نعمر. راه ما كتاخذش الوقت بزاف ولكن كي قلت لكم انا غير حيت كنبغيها تجي الفلفله طايبه صافي بحال هكا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نعمر الفلافل اللي عندي كاملين. بون البنات ها هي صافي قديتها غطيت ليها طحت ليا هادي غطيت ليها غطيتها بهادو باش حتى هما يطيحو شويه. وغندير ليها الفيلم اللي هذا بابي كويسون سمحوا لي على التخرشيش. وعاد غادي ندير ليها من الفوق بابي الومنيوم. غادي نغطيها مزيان وغندخلها للفران. الفران انا جهدتو درتو على 250 شعل عليه بيان سور الفوق والتحت. تقريبا الغدا قرب يطيب داكشي علاش جيت نوجد الكيكه ديالي. المهم كي قلت لكم في الاول درت ثلاثه الباكيات كاملين ديال هنريس دوك الكبار ديال 2 درهم ونص. وزدت عليهم كاسونس ديال الحليب وكاس ديال الزيت وخليتهم بقى البسكويت يرطب. دابا جيت وزدت عليهم ثلاثه البيضات كبار. الا كان البيض صغير ديروا اربعه. انا عندي البيض كبير درت ثلاثه وكاس ديال سنيده ومعلقه ونص اولا على حساب الكاكاو اللي عندكم. انا عندي هنايا الكاكاو زوين درت غير معلقه وحده كبيره ديال الكاكاو. غادي نجي غادي نضيف الخل. وهذه ديما كنقولها لكم ديما معلقه كبيره ديال الخل بقاو تضيفوها للكيك ديالكم كيجي هشيش وكيعاون كيجي من الفوق. قبيصه ديال الملح ضروري. وزدت واحد الفانيا حتى هي درتها هنايا لا كاع ما درتها. غنزيدها حتى هي وثلاثه الخمارات صافي. غادي نطحن كل شيء مزيان ما فيها لا دقيق لا والو البنات لان ديجا البسكوي هو اللي تيكون بلاصه الدقيق. غادي نجي غادي نطحن الكل مزيان
وغادي نخويها في المول. المول دهنته هو الاول وندخلها للفران، كتجي غزاله البنات. جربوها غتولي معتمده عندكم. الخليط انا غنطحن وغنوريكم القوام ديال الخليط كيفاش تيكون. صافي ها هي وجدت، انا غادي نجي غادي نخويها. هانتوما باش تشوفوا القوام ديالها، راه كتجي شويه ملي كتطحنوها كتجي شويه ثقيله. صافي ديما كي كنهزي حتى الفوق وكنخوي، غندخلها للفران تتبان لكم اكيد راه تحمرات وكلشي. فوالا البنات، ها هو راه وجد. شفتوا كي كتجي الفلفله، ها هي كتبان لكم هنايا كتجي بحال مشويه. ديجا كتولي مع هاد الفلفله حمراء كتكون مهبره. ما بقيتش درت الصفراء حيت لقيت فيها بحال خضراء، كي كيقولوا ليها هما الفلفله ملقمه، داكشي علاش ما درتهاش. غتكون اللوغو ديالها غير بحال ديال الخضره، كيكون الخضره كتجي شويه مره. صافي وخليتها يبان لكم الجناب شويه تحمروا باش تجيني هاد لاصوص هادي اللي الوسط خاطره. فهمتوا دابا علاش كنخلي انا اصلا لاصوص اللي كندير لداخل، علاش كنخليها شويه جاريه؟ حيت كتشد ليا شويه الطياب في الفران باش تعاوني باش يطيبوا هاد الفلافل. وبغيتو قبل ما تقدموها لا بغيتو هكا تشدو شويه البصله وتشلضوها، تقطعوها بليطو شنايف مشنفه وتحمروها في شويه الزيتون مليحه وديروها من الفوق هنايا وديروا لها فرماج حمر. تقدروا ديروها، انا لا غادي نخليها غير هكا، غنكتفي بها غير هكا. صافي غادي ندوز دابا نحط لهم الطبله باش يتغداو، ونتغداو ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله نشوف اشنو نوجد لهم الكوتي. بون البنات، جيت اول حاجه غنبارطاجي معكم السيده اللي كنت ديجا واحد الخطره بارطاجيت معكم كاينه معايا في الطبخ، وكدير هكا كانت كدير لي كوموند ديال الناس. وكنت قلت لكم راه حبسات، كنت وصيتها مسكينه على الملوي وصيبات ليا الملوي ديالها غزال ودايره ليه درهم ونص، ولكن ما عرفتش دابا واش كتشد لي كوموند ولا لا. نورمال نوريكم غير الملوي ديالها، ماشي داك الملوي اللي كتلقاوه غير فورس، فريمون حرش وزوين. وحيت كان جابتو لينا واحد الخطره كيطا ضيقه. المهم انا شديتهم قسمتهم، درت هكا كل ربعة خمسة هكا بوحدهم، ودرت لهم السلوكان وغاباش ندخلهم للكونجيلاتور. وصيتها تصايب لي حتى العسل، بغيت ندير شوية البريوة تلوس في الدار، وهي مسكينة صايبت لي تقريبا عليين جوج يترو. وصيفطات لي الشباكية، الشباكية ديالها غزالة البنات. هي صيفطات لي، راه هزينا منها، صيفطات لي مسكينة شوية دوقتني شباكية ما كديرهاش للناس، حيت كي قلت لكم عندها التربيه شويه جاتها صعيبه الخدمه. سورتو زايدين حتى وليداتها الله يحفظهم ليها، مصحيتي من سميتو وليداتها الله يحفظهم ليها، زايدين حتى هما راكم عارفين هاد التتبع عن بعد خاصها تقريهم وهذا داكشي علاش. وهنايا عندي الشباكيه هادي ديجا بارطاجيتها معكم، ها هي البنات الشباكيه هادي ديال الجميله صاحبتي. وكانت نورمالمون هاد العام ما غاديش تخدمها، ولكن في اخر لحظه ولات تخدمها. وصافي كومونديتها عندها، عندها قولوا ثلاثه انواع، كاينه العاديه ديال السنجلان ب 70 درهم، ولكن الشباكيه لحقها وطريقها مقومه، ولا قالوا شباكيه شباكيه بالزعفران الحور والقوام وكلشي. وكاينه ديال اللوز ولكن مرشوشه بالزنجلان 90 درهم، وكاينه ديال اللوز ومرشوشه باللوز ب 100 درهم بحال هادي. وهانتوما البنات راه غزاله هشيشه. المهم انا شباكيه جميله البنات كناخذها وانا عيني مغمضه، كتمضغوا شباكيه وكتعرفوا انها شباكيه ديال الدار ومقومه وزوينه. المهم انا نخلي لكم البنات الانستغرام ونمرتها، اللي بغى يكومونديها عندها يقدر يكومونديها، سينو راه الكليان ديالها عارفين شباكيتها كي دايره لا يعلى عليها. انا هذا مسكينه غير راجلي اليوم كان دايز قريب ليها، وهي تقول لي قول ليه يدوز باش نعطيك شويه ديال الشباكيه، مالا كوموند ديالي وديال ماما. قلت لها خليها حتى تبقى ديك 3 ايام هكاك الا رمضان ان شاء الله الا بقينا في الحياه عاد وجديها ليا. وخديت شي تقضيه عند واحد السيده في الانستغرام وبغيت نبارطاجيها معكم باش نوريكم هكا السلعه اللي عندها. واخا انا فاش جيت نكوموندي لقيت ما بقى والو، خديت غير شي حاجه وقالت لي السيمانه الجايه عاد غتجي لا كوموند. بون دابا غادي نبارطاجي معكم كي قلت لكم هاد لو كونت هذا في الانستغرام كاين هنا في اكادير، مي تيدير لا ليفريزون المغرب كامل.
وبالنسبه للناس اكادير كيجيب هذيك الليفرو حتى للدار سورتو في هذه الازمه هذه، وما كاينين في اكادير. انا حيت كاينه في الجهه ديال انسكا جاب لي الليفرو حتى للدار عندي ب 20 درهم، كنتو في اكادير كيجيبها لكم ب 15 درهم. بون بالنسبه غنوريكم كل حاجه ولو بري ديالها. اول حاجه خديت هذا البسكوي، هذا خديت البسكوي خديت منه جوج نوع، هذا خديت فيه جوج ديال الباكي، وهذا بسكوي ماريا ها هو كيف ما كيبان لكم، حتى هو خديت فيه جوج باكي. هذا فيه شي 800 غرام الا كنت صح، 800 غرام اللي فيه، وهذا فيه شي 600 وشي حاجه 645. هادو دايرين 19 درهم للباكي. اول حاجه خديت بسكوي ديال لوتوس. المهم هادشي تنوريكم انا هادشي اللي لقيت عندها اش خديته، ولكن قالت لي السيمانه الجايه غادي ان شاء الله تكون. اللوتوس خديت هذا، داك اللي كيكون يجيو وحده كيعطوهم لكم في الكافي، مع كيحطوهم لكم هكا ملي كتكوموندو بالكافي. هذا هو اللي لقيت عندها، خديت منهم جوج. انا هذا اللوتوس كيعجبني في الحاله، اللوتوس كيجي خطير فيه. هما ممكن ناخذوه حتى في مرجان، كيف مرجان وصيتها حتى على ديك لاباط ديال اللوتوس بحال هذا، بحال شكل ديك البوغ دو كاكاوي. هذا داير حتى هو 19 درهم. المهم لي بسكوي كلهم 19 درهم الباكي. خديت عندها كريم فريش هادي سكري حلوه، 35% نسبه ديال الدهون ديالها. الباكي فيها ثلاثه، كل وحده فيها 200 غرام. هادو خديتهم ب 24 درهم. وخديت كذلك هادي ديال الطبخ، حتى هي نفس الشيء، الباكي فيها ثلاثه فيهم 200 ام ال 24 درهم. خديت الفرماج غابي هذا موتزاريلا، كل باكي فيها 200 غرام، خديته ب 25 درهم الباكي. هذا دايرين فيه ديال زعما خاص بالبيتزا، ما عرفتش غنبقى نجربها، خصني هادو ندخلهم دغيا. وهنا دايرين بحال هادو فيهم هنايا داك الزيب لوك، يعني تهزي منه وتسديه. وحاجه اخرى قلت لكم لو بري يمكن هي 25 درهم. وخديت هنا الماسكاربون، هادي سلعه ديال لي سبان البنات. خديت كذلك الماسكاربون، هاد الماسكاربون خديته ب 30 درهم. خديت هاد البو هذا ديال الموتزاريلا، هذا البنات كان تيبان ليا انا تيصحاب ليا شي بو كبير داك ديال نص كيلو هكا، استعجبني صغير ما حليتوش مسدود. بغيت غير نوريكم كي داير، ممكن خفت غير يخسر ليا حيت الموتزاريلا هادي ديك اللي كتكون في الماء فوالا، حتى تجي ديك الصغيره وكتكون في واحد الشبيكه هكا. هيا شفتوا، على ان هي الا حيدتها من الماء صافي مشات، هي كتجي في لاصالات كتجي في المهم. خلات تلا نقلب هادشي تنقدها. هاد البو هذا خديته ب 30 درهم. خديت كذلك عندها بارت فيلو، هادي شحال تيجي فيها 250 غرام، دايره ليها شي يمكن 24 ولا 25 درهم باش خديتها. وخديت عندها لي كابسول، خديت هاد النوع هذا هو اللي لقيت عندها، خديت عندها جوج حيت حنا اصلا القهوه ما كناخذوهاش، يلا البنات اللي كياخذوا نيسكويك ولا الا لقينا ديال ميلكا، سينو راجلي هو اللي تيبغي قهوه كحله هكا. خديت هادو حسب اليوم 69 درهم. وخديت عندها الطون هذا، ما عرفتش كي داير ما عمرني جربته، دايرين فيه هنايا زعما ديال ما عرفتش الا كي قريتها انا زعما بزيت العود، الله اعلم واش نيت هذاك الشيء نيت ولا لا. شتوها هي مسدوده، كتجي عند هاد الخطايه هادي، هادي فيها عين كيلو، فيها 900 غرام، هي فيها 900 غرام، خديتها بلو بخي ديال 90 درهم. فوالا هادشي اللي خديت. المهم انا غير قلت نبارطاجي معكم، لا ربما تبغيو حتى نتوما بحال هادشي، سورتو دابا جاي رمضان وهذا كنحتاجو بحال هاد البسكوي على حساب لي تشيز ولا دي غاطو ولا كنبغيو نديرو هكا دي ديسير بحال الحلا الاوريو ولا شي حاجه، كتلقاو هكا هادو كيسهلوا عليكم. سورتو هذا د ماريا لوغو ديالو زوين، ومني ضربت الكالكول قلت 19 درهم راه يطلع ليا موشيغ على داك الصابلي اللي كنشريو بسميتو، داكشي علاش خديتو. المهم هادو اللوتوس راه باين لو بري ديالو تيكون شويه طالع. فوالا هادو هما لي زاشا اللي درت عندها. انا نخلي لكم البنات، هادشي راه ماشي اشهار، هادشي راه شريتو فلوسي خلصتو 523 درهم اللي خلصت ليها. انا غير بغيت نبارطاجي معكم، الا تكونوا حتى نتوما
بغيتو بحال هادشي سورتو دابا الا خطانا مرجان وكاينين دي زارتيكل في هنايا ما كنلقاوهمش في مرجان. كاينين الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال السلعه ديال برا، ولكن دابا بهاد الكونفينمون كلشي ساد. وفوالا البنات غادي ندوز دابا هذيك الكيك ديالي خرجتها من الفران ندوز باش ندير لها شوكولا. دابا غادي ندوز باش نصوب الكيك من بعد ما خرجته. واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم البنات، راجلي دابا عاد شرب قهوه، خدمنيت بهذوك لي كابسول بالنسبه اللي كيبغيو الرجالات هما القهوه كحله، ننصحكم بهذه نابولي زوينه. المهم فاش شربها سالا جيت بغيت نحيد الكابسول باش نرميها، وانا نيت نشدها حليتها بالموس وزيت هذيك القهوه. وهذه البنات ننصحكم بها، بقاو ديروها زيت هذيك القهوه ودرت بها الكوماج لي يديا مزيان فريمون البنات كتحسوا بيديكم ولاو رطيبين. ها نتوما كتشوفوا سورتو مع واكلي اللي يدي ندق هاد الايام بداك قوة جافيل، وهذا داك الشيء علاش درتها. غنسالي وغادي نمشي نغطيها بشي كريم. المهم هنايا ذوبت الشوكولات على حسب المهم نتوما اللي عندكم، انا كندير هنايا درت داك الكبير داك مكا ودرت وحده، وغنزيد ليه طانيت ديال الكراميل. غادي نخلطها مزيان، داكشي علاش خليت الشوكولات محطوط في البان ماغي، حيت ملي غادي نضيف عليها الطانيت كيوقع بحال بحال شكل شوك، لأن يعني البرد والسخون. غير كتخلطو مزيان صافي، مع السخونية فاش محطوط غيولي ليكم ليكيد. شتو كيبدا كيتجمع، ولكن غير خلوه في السخونية وحركو. وسبحان الله البنات الا عرفتي الا خديتو دابا داك ماكو ديال 4 دريال ولا داك الكالا وشدتو ليه دانيت هكا غيولي عندكم بحال شكل بات. باغ كونطخ هذا عندكم هذا الكبير ديال الكبي لا ما تيديرش هكا، كيولي بحال شكل الشوكولا غيش. حيت لي صونيت. المهم دابا غادي نجي غادي ناخذ هاد الشوكولا هذا وغنطالي على الكيك صافي. غادي نسرحو على لو جيه على الجناب وغادي نخليه يبرد. بغيتو تاخدو اللوزيفيلي ولا اللوسكون كاسي ولا كاوكاو اللي عندكم ديروه. انا ملي خديت داكشي ديال الحلوى داك النهار قال لي راجلي قال لي راه اللوزو هذا ايفيلي بعدا ما نلقاش عندو نهائيا، وقال لي اللوسكون كاسي هادشي اللي بقى راه كاين ما كاينش كاع قليل في السوق، حيت دابا السلعه قليله غير اللي عندو شي حاجه كيبيعها وصافي. داكشي علاش عندي واحد الكونتيتي قليله ما غاديش ندير عليهم دابا في الكيك صافي. غنستمر بنفس الطريقه حتى نايطالي الوجه كامل. دابا غادي ندير واحد العصير كيجي هكا خفيف، ما فيه لا الحليب لا ليمون. عندي هنا تقريبا واحد الرابعة ديال الفريز، انا عندي الفريز كونجلي جبته قبيله خليته يطلق. غادي ندير نضيف ليه هنايا واحد عصير ديال حامضه تكون كبيره، غير الماء ديالها ما ديروش ما ديروهاش كامله. واحد خيزو مقطعتو هكا خيزو خضره ما طيباش، واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير طري تقدروا تحكوها. وغادي نحلي بالبنان ولا خاص غادي الا خاص الحلاوه حيت على حساب الفريد غادي نحليه بالعسل ندير فيه معلقه ولا جوج على حساب. هادي هنا نضربها هنايا ونحيد هاد شويه هدا، تقدرو ديرو بنانه ولا جوج على حساب. البنانه البنات راه كيف ما كتشوفو راه تنعقمو، داكشي اش كنهزو ديريكت ولا كنغسلو ما والو صافي. غادي نطحن غير الماء، غادي ندير نص لترو الماء، ولكن الا بان ليكم خاصو الماء زيدو الماء. غادي نطحنو مزيان، نجبد مولينيكس نطحنو مزيان وغادي نطلقو ديك الساعة. ايوا صافي البنات هانا ساليت روينتي وكلشي، كسنا دابا باش نديرو الكوتي. المهم غدانا ما هو في الوقت، الكوتي ما هو في الوقت، حتى حاجة ما هي في الوقت. ها هو الكيك البنات كي كيجي زينتو هنايا بهاد الكويرات هادو ديال الشكلاط، ودرت ليه شوية د اللوز كونكاسي في الوسط، وهنايا حطيت لهم شويه د الشباكيه شويه ديال كيف ما شفتو معايا الملوي صافي. العصير ها هو
فريمون البنات جربوا العصير، راه كيجي زوين. وحطيت لكل واحد حطيت له هنايا شويه د العسل على حسب اللي بغى ياكل الملوي. اللي صافي غوتي خفيف، المهم ما كاين عشاء، اللي بغى العشاء كاين نوض كياخد الفروي ودانون.